الحقيقة وراء الراقص مع الذئاب. كأنه بيرقصنا مع عديل، يبقى النديلة راقص مع الذئاب. قشطة. تعال يا وديع. تعال حبيب قلبي تهامي باشا. النهارده معايا قصه بتحكي عن الصداقه والحب والوفاء، اسمها الراقص مع الذئاب. نعم، الراقص مع الذئاب. يعني ايه الراقص مع الذئاب؟ باسم، اصل البدو بيسموا الواحد حسب صفته. يعني انا بيسموني ايه؟ الجالس بجانبها ولا القارس على فخدتها؟ طب وانت بترقص مع الكلاب ليه؟ هم ذئاب مش كلاب. ولا مؤاخذة، الذئب ده شكله ايه؟ شبه الكلب. شبه الكلب، يعني في النهاية الناس هتشوفك بترقص مع كلاب. ده ذئب واحد. بترقص مع كلب واحد بس؟ لا، مفيش رقص وكمان مفيش استعراض. بقولك يا عم الحاج، هو الفيلم ده عبارة عن ايه؟ دي قصة حياتي، رحلتي الفكرية. قلب امك، انا فهمتك. ده الديب هرب منه. بص يا عمنا، ما عندناش كلاب بترقص، الكلاب بتعض. يا وديع عض في دي. استاذ انت لسه هنا؟ يا في السنة اللي رفصنا فيها الراقص مع الذئاب انتجنا عضة كلب. عضة كلب اتعرض في 5 سينمات، حقق ربع 1,000,000 جنيه ايرادات. عضة كلب على ميلودي افلام، افلام عربي ام الاجنبي.